السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشوف ازاي نعمل استخراج لمعامل الارتباط. طيب خلينا نيجي هنا من برنامج ال IBM SPSS، اقول له انا عايز ملف جديد نيو داتا اهوت، واجي بقى في الفاريبل وابدا اشوف انا عايز ايه الفاريبل اللي عايز ادخلها. مثلا Arabic ده المتغير الاولاني، ده مثلا ممكن تختار ان هو نمبر او داتا او نصي زي ما انت عايز، وهنا مثلا ممكن تخليها ماس نمبر وعدد الكسور الدرجة هخليها زيرو زيرو، وهنا وصف الحاجة، وهنا فاليو. يعني ممكن تقول مثلا لما الواحد ده يبقى مثلا ده بيمثل مثلا او اللي هي فصيلة الدم O، ولو اتنين يبقى فصيلة الدم A وهكذا. طيب بعد كده تيجي على الداتا فيو وتبدأ تدخل الأرقام اللي تحتك. طيب بعد كده هاجي هنا لاناليسيس واقول له انا عايز اعمل معامل الارتباط دوت، فيبدأ يقول لي انت عايز تعملها بالاي وايه، مثلا ارابيك وماس. وبعد كده في الاوبشن تبدأ تشوف ايه المعلومات اللي انت عايز تضيفها وتقول له اوكي، فيبدأ يظهر لك بالشكل دوت.